ازيكوا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وجيت لكم تاني بطريقه كبده كمان عشان خاطر ما خليش في نفسكم حاجه، ما تخليش في نفسك حاجه مع جيجي. بصوا بقى، عايزه اقول لكم احنا معانا كبده. بصوا كبده رقيقه خالص ازاي. بصوا الكبده، بصوا كبده رقيقه خالص دي هنعملها بقى كبده ايه؟ كبده شرايح مقليه. بصوا انا مرققاها كده ازاي. عايزه اقول لكم ان انا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل ده، ان انا بجيب الكبده قطعه واحده، حته واحده زي ما هي بتيجي، بقى كيلو كيلو الا ربع، المهم الراجل يقطع لي حته من الكبده وبيوزنها لي وانا بجمدها، وبعد كده بنزل عليها بالسكينه بقطعها رقيق جدا. انا كان عندي قبل كده يعني مكنه كده عامله زي القطاعه، كنت بقطع بيها اللانشون والبسطرمه والحاجات دي، بس يعني هي ضاعت بقى مني. فانا دلوقتي بحاول ان انا ايه، يعني انا بدور عليها لغايه دلوقتي انا مش لاقياها، فانا بحاول بقى ان انا اعمل رقيق بردك، على اساس ان انا لما تبقى معايا الحته كبيره بسكينه كبيره بردك هبقى اوريكم مع بعض اما اجيب حته كبيره ونقطعها مع بعض هتبقى عامله ازاي لما اجمدها، عشان انا كنت قطعتها بقى قبل الفيديو. بصوا الكبده دي بقى هنعملها زي بتاعت بره بالظبط، زي المحلات بالظبط، يعني زي اللي بتشتريها من محلات الكبده والمخ دي بالظبط. بصوا ان شاء الله هيبقى معانا ملح وكمون وكزبره، الملح على حسب الكميه والكمون، يعني الكمون انا عايزاه اقل من الكزبره، يعني الكزبره معلقه كبيره والكمون معلقه صغيره اهو. هنحط كده دول مع بعض، وهنحط توم، 4 فصوص توم، وحته من هريسه الشطه اللي احنا عملناها مع بعض في فيديو قبل كده اهي. وبعدين بقى ايه، هقلب بقى كل ده كده اهو معاكم كده اهو بالطريقه دي، واخليه يخش فيه كل التتبيله، وهغطيها وهسيبها ساعتين على الاقل، او ممكن تعمليها من بالليل وتقومي الصبح بقى تقليها. فاحنا بقى عقبال ما نسيبها بقى كده الساعتين مع بعض، هنعمل بقى النهارده مع بعض حبه سلطه الطحينه بردك كده مع بعض، ونشوف كده الدنيا فيها ايه. هنظبط الدنيا وارجع لكم تاني. وجيت لكم النهارده بطريقه الطحينه بقى. دي الطحينه اللي احنا عملناها مع بعض في البيت، دي الطحينه البيتي اللي احنا عاملينها في فيديو قبل كده، هتلاقي الفيديو موجود عندك في الفيديوهات عندي. هنعملها بقى مع بعض اهي بالتجربه سلطه الطحينه، وهتشوفيها شكلها عامل ازاي. هنشوف بقى مع بعض بقى المقادير اللي احنا بنستعملها في سلطه الطحينه. انا بقى بعمل سلطه الطحينه غير اي حد، هقول لكم بقى ازاي. انا معايا الاول دي كوبايه ميه دافيه، مش عايزه ميه من الحنفيه ولا ميه مغليه، ميه دافيه، كوبايه ميه دافيه. وبعدين انا ما بحطش توم، يعني الناس اللي ما بتحبش طعم التوم وما بتحبش طعم البصل والكلام ده كله، هنحط معلقه توم باودر. التوم الباودر طعمه بيبقى اقل شويه في التركيز، وبيديكي بردك تيست شويه من الطعم بتاع التوم. ومعايا ملح، ومعايا كمون، ومعايا شطه، اللي يحب شطه يحط، ما يحبش خلاص ما فيش مشكله. انا مش هحط لها زيت، في ناس بتحط لها زيت، انا مش هحط لها زيت ولا توم ولا زيت، وهي دي بس المقادير بتاعتي. ليه ما فيش هحط لها زيت؟ عشان خاطر الطحينه اصلا لما بتيجي تتعمل بيبقى فيها نسبه زيت. وهنبتدي بقى مع بعض وهقول لكم هنعمل ايه على طول. حطيت وحطيت بقى 3 معالق طحينه بس، دول 3 معالق طحينه بس، انا عامل كميه قليله اهو عشان اوريكم. دي 3 معالق. عايزه اقول لكم ان انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه قوي، ان انا خدت 2 معلقة خل، اهم حاجه خل مع الطحينه، خل 2 معلقة خل دول معلش انا نسيتهم. هنحط بقى على الطحينه الخل كده اهو على طول اهو، 2 معلقة خل. وبعدين هنزل بالميه الدافيه كده اهو بكوبايه، وهقلب دول كده اهو مع بعض بالطريقه دي، ميه دافيه زي ما احنا قلنا اهو. هخلط دول كده الاول مع بعض كويس، ونقلب كويس جدا. عايزه اقول لك ان انت كل ما تقلبي فيها كل ما هي هتتقل معاكي، كل ما تقعدي تقلبي فيها كل ما هي هتتقل معاكي. وبعدين لو انت حسيتي ان هي خفيفه شويه ممكن تزودي معلقه طحينه، مفيش مشكله، بس انا مش بحبها تقيله قوي. اللي بيحبها تقيله يحط كمان معلقه او 2 معلقة من الطحينه عادي، مفيش مشكله. بعد بقى ما دوبت ده كله، وبعدين بصوا عايزه اقول لكم ان الطحينه بصوا لونها عامل ازاي، بصوا لونها، لونها ابيض شفاف ازاي. وبعدين هي لسه كمان هتتقل معايا شويه، بس انا شايفه ان السمك كده كده حلو كسلطه الطحينه، يعني ما تبقاش تقيله قوي. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي بقى كده كلها مع بعض بالطريقه دي. ده الملح اهو، وهقلب برده كده كويس.
وظبطي الملح بتاعك علشان خاطر لو الملح بيبقى زيادة ما بتبقاش حلوة. ولو عايزة بقى انت تحط لها زبادي مفيش اي مشكلة، انا ساعات كتير جدا بحط لها زبادي. لو عايزة تحطي على الميكس ده زبادي مفيش مشكلة. اهو بصوا هنقلب بقى كده كويس، هقلبها بقى كويس جدا وارجع لكم بقى تاني. وعملنا حبة سلطة الطحينة بقى، بس ايه هتعجبكم جدا، اعملوا الطريقة بتاعتي دي وهتعجبكم اوي هتدعولي. وهنرجع بقى مع بعض عشان نكمل الكبدة حبايبي. وجيت لكم اهو حبايبي بعد ما عدى ساعتين على الكبدة بتاعتنا اهي. وعايزه اقول لكم بقى انا ما بعملهاش برده، انا بعملها بدقيق دقيق وعليه حبه رده صغيرين جدا، بس الرده انا بكون ضربها ضربه في الكبه بتاعت الخلاط اللي هي المطحنه بتاعت الخلاط. اهو عايزه اقول لكم عشان خاطر تطلع معانا باللون اللي هو بتاع بره، بره ما بيجوا يعملوها بيعملوا كده، بيبقى يا دقيق اسمر يا اما دقيق عليه رده. بس هنعمل بقى كده مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا هي رقيقه خالص زي ما انا قلت لكم اهو، بعملها كويس جدا اهو بالدقيق. وبكون بقى مسخنه الطاسه بتاعتي على النار وهقلي على طول. عايزه اقول لكم ان هي بتطلع بلون يا دوبك تنزليها وتطلعيها ويكون احسن في زيت غزير. بس هكمل انا بقى الكميه وارجع لكم بقى بالكبده. وايه رايكم بقى في الكبده بتاعتنا بعد ما خلصت اهي؟ بصوا عايزه اقول لكم اهي فاتحه اهي ومش غامقه خالص اهي بالشكل ده اهي زي ما قلت لكم اهي. بصوا ورقيقه خالص مش تخينه، والتتبيله بقى دي بتجيب يعني اخر الشارع ريحتها، هتعجبكم جدا جدا جدا. وعملتنا بقى شويه سندوتشات اهو كمان. بصوا جبت العيش الشامي ده، على فكره انا بعرف اعمله في البيت، هبقى اعمله لكم في فيديو بعد ان شاء الله قريب. وبصوا انا عملت اهي السندوتشات اهي، بصوا اهو عملت معايا سندوتشات. وده عايزه اقول لكم الخيار المخلل اللي احنا كنا مخللينه مع بعض في فيديو قبل كده، او زي ما قلت لكم ان هو ما بيتهريش ابدا وبيفضل ناشف. ودي سلطه الطحينه، اللي عايز بقى يحط على السندوتشات يحط. فدي بقى كانت سفرتنا النهارده، ويا رب يا رب كده تكون عجبتكم الفيديو ويكون خفيف على قلبكم. ويا رب تشتركوا لي في القناه وتدعموني، واللي ما اشتركش يشترك. والسلام عليكم، باي باي.